مزيكا فم تبع الموجة. فرحان برشا انه يكون معايا اليوم لطفي عبد الله. لطفي مرحبا بيك، لاباس؟ اقرب الميكرو تاعك قبل كل شيء. حسك فرحان كثير بيان سور. ما شوف، ما نجم كنا نفرح على خاطر عنا انسان في تونس اثبت للناس الكل انه هو ينجم ينجح في بلاد انه اللي ينجح فيها تهمه وجريمه. دونك فرحت برشا كي لقيتك في كارتاج، وكارتاج معبيه والناس اللي برا اكثر من اللي داخل، وفرحت لك اليوم كي عملت تليفون مدير مهرجان قال لي ما عادش قصه ساكر سايير عرض كومبلي في مهرجان بن زارت اللي بديته ب 3000 4000 وتو هاك موجود جالس على العرش نتاعو معناتها من بين الاسماء القاره كل عام. فما نجم كان نفرح عايش كان بدي نفرح زاد البنزرت برشا لانه وقت ديريت في بنزرت الناس تعرف كان مهرجان نحسه مهضوم حقه، يجيب في دي غران زارتيست ومهرجان فيه طاقة استيعاب كبيره ياسر ليكيفالون دو كارتاج بالضبط رجعت له حقه. نحس انا جي بوكو كومونيكي سور سا ونحسها اليوم معناها تخذيت بعين الاعتبار، والبنزرتي ومهرجان بيد والفنانين بيدهم ولاو يقرا حساب اكثر البنزرت كي يجي. انا خاطر رهنت عليه في عديد من المواقف، وتعرفوا مواقفي مع بنزرت. نذكر عامي الثاني وقت زاد عملت كومبلي في بنزرت، فما جاء عام وقت جاءوا تهديدات انهم باش يفجروا بنزرت والدنيا وتهزت القندره والفنانين وحضر التجول، فلانين اشترهم 90% منهم جبدوا رواحهم قالوا ماناش باش نعملوا بنزرت. كانت تذكر وانا هبطت فيديو قلت نعمل بنزرت وعملته وتعبيت ورجعت الثقه في المهرجان وحتى في البلاد لعبيد من غدوه سبحت مفردة. معناها فما علاقه بالبلاد، مش حكيت كان فما انجاجمون مع اما لعبيد ذاك كيف صاحب فضل عليك لانه الناس هذوما امنوا بيك. ونتذكر انه ما استقبلوكش بالورود مع انت صحافه البلاد اول عام وثاني عام، ورغم كل شيء انت تقول لهم انتم غلطين والجمهور هو الصادق والحقيقه حقيقه المسرح. واللي يجيوك مهرجان بن زرت ده كيف اصحاب فضل كبير عليك انت على خاطر هما اللي صنعوا هو هو ذاك. علاش انا نلقى روحي كما جاش فضل الجمهور بتاع بن زرت عليا وعلى على شهرتي وعلى وجودي في المسرح ودافع عليا كجمهور وموجود رغم الانتقادات والصحافه بيدها بتاع بن زرت وكالناس الشيوخ اللي شاد المهرجان بن زرت كل عام تنظر شكون يزمو يجي وما يجيش وتثبت ياسر وتهنت حتى كفنان هذا ما يجيش فنان توجعت. لا مش انا توجعت، معناها هما في الكلام اللي يقولوا فيه انا ما نتوجعش كي نلقى جمهور يدافع عليا ونلقى نجاح. هذيك مهنتي انا مهنتي اليوم نطلع نضحك الالاف يضحكوا يروحوا فرحانين انه الجمهور مع النقاد انهم يشتركوا الزوز. وضحت اليوم وضحت للنقاد اللي هما ديكالي اللي هما مش فاهمين اللي هما يخلطوا ما بين المسرح الجاد متاع الجعايبي وكل شيء اللي هما محصورين فيه والمسرح هذا اللي نعم فيه هنا الوان منشو والستاند اب اللي انا دخلت ستاند اب لتونس يعني ما يعرفوه سي نورمال باش ينقدوني. لكن هاكا مع الوقت ما نتصورش ولو يحبوني لكن فهموا عندي افكاسيتي كبيره مع الجمهور. لطفي انت اليوم في الدوره الحاليه مهرجان بن زرت تعرض في ميدين تونيزيا، توفيق جبالي عرض المسرحيه نتاعو الجديده في مهرجان الحمامات ومن بعد في مهرجان بن زرت، لكن الجمهور كان شويه نحكيوا على تقريبا 1000 شخص. كيفاش تقرا اليوم انه الوان مان شو يعمل في 10000 شبابيك مغلقه واليوم المسرح؟ انا نقرا اليوم الوان مان شو سي ان ديفيرتيسمون كيف وكيف مثلا رغب علامه جاي العباد جاي باش تتفرهد وتعيط وماش جاي باش تكسر راسها وماش جاي عندها في خلفيه مسرحيه ومثقفه. خلينا نكمل لك. هذايا هو الجمهور نتاع الوان منشو من اول الدنيا جمهور غفير جدا. الوان منشو اتير بوكو بلوس لي جون خاطرو ساهل كيما الفاست فود. اليوم ماهيش باش نكسروا روسنا برشا، ماناش باش نسهبوها، ماناش باش نتفلسفوا. حتى كان فما حاجه صعيبه وتفلسفه يلزمها توصل للجمهور بطريقه سهله انت ديجا مهضمها له مش خليه شويه. قداش تعطيه من امكانياتك اذا هو لكن انا اللوم على اي مسرح يجات حقيقه كما توفيق جبالي مع احترامي لشخصه وانا سيدني نيكول بالنسبه لي انا ولا جعايبي ولا واحد نقعد بيت فيهم كي يقبلوا كارتاج ويقبلوا بنزرت. مسرح نتاعك موش مؤهل للبوبليك هذاك، موش مؤهل للفضاء هذاك. انت تعم فيها تياتر انتيم وتعم فيها تياتر نتاع 40 واحد ومتاع ماكس نتاعك صاله نتاعك تعبي 400 500 وتسمى مسرح مشرف ومسرح نتاعك موش مطالب انه خلينا نكمل لك موش مطالب انه يعمل جمهور اكثر من هكاك. علاش يلوجوا فلوس كاشي خاطر كاشي نتاع كارتاج كبير وكاشي نتاع بنزرت كبير. انا نعيب عليهم والا يا خويا انت... والا انت مخرج كبير
ادابت تا بيس ماني ادابت تا بيس تعمليش بيس فيها زوز من الناس وذوها انتيم وهكا لا العرض نتاع توفيق جبالي كان عرض كبير ايه ما ماهوش مؤهل مش مخدوم للجران بوبليك ني با بور ان جران بوبليك باش يتوجع منك على كلمه يحبوا الفلوس يعرفوا هما واقع يتوجع من الواقع الواقع يوجع يعني السبب نتاعك انت انت ما السبب هذا واقع هذه مهنتي نعرفها وتربيت معاهم ونعرفهم وانا نعمل فلوس بيان سور علاش لوكسي عبد اللي قاعد يعمل في ال... في الوان منشور رغم اللي هو اختيار انا اختيار رغم اللي هو ينجم يعمل التراجيدي لا خاطر انا وانا نجم نعمل وان منشور وما ينجموش يعملوا وان منشور سهله ياسر زيد عنده ناس ولا منشور بالكش اللي يجي ينجم يعمل منشور بالكش ما نشول البيم القصير اللي جي يركب عليه والجي يحك راسه هاك شفت قداش من واحد وفنانين بساميهم وقمة قمة في المسرح وقمة في التلثيم وسامي عملوا من با عملوا 10 عروض وحشموا وسكروا فيهم ومن با الكومينيك من بعد اليوم اليوم, اليوم لطفي عبد اللي هو الأول ما نعرفش مانيش الأول أنا اليوم يحبني الجمهور أنا اليوم من نمشي لي 8 سنين تلي عاد شوف نكملك الأول ما نكمليش هكا أنا الأول أنا نقول روحي الأول 1300 مش أنا نقول روحي الأول أنت تقول لي شكون الأول مانيش انا باش نقول لك انا شكون نتسائل معك انت عندك الارقام انت انا بدي نسائل تبانس علي تبانس عليك 1355 عرض تقريبا وصلنا هكاك وهو رقم قياسي اليوم الشبابيك مغلقه في المهرجانات الكبرى والمهرجانات الصغرى اكيد راهو نفس الشيء اليوم يخليك اليوم انت الاول هذا بالارقام على الاقل الاول جماهيريا انت تقول هذا تقول وانت يقول لك شبيه ضربوا في روحه تو ما جات كان هذيا باش يقولوا ضربوا في روحه فيها يقولوا ولا تعرف شنو ولا يفلتوك ها نقول لك حاجه ها ونقراش تو الفاتحه ونعملوش سوره ياسين ونقراش تو درا شنو ونعطيك اربع حديث ونشكر امي ونحكي لك على بر الوالدين ونحكي لك على درا شنو هبط من بعد ادخل للسيت نتاعك تشوف امي كيفاش تسب امك والسبان والدنيا فما ناس مرضى نهار كامل يسبوا كان نطلعش غدوه القمره فيتر لو بريمير تونيزيان طلع القمره ونرجع تيسبوني يقول لك هذاك مش مستحام اليوم الثاني دونك ما عنديش مشكله اليوم, أنا اليوم الثاني اللي تراه ماشي في ثنيه صحيحه بعدك شكون الثاني الحقيقه بالنسبه لي انا معناها الـ 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 اللي نجم بالرسمي معناها موهوب بالحق وينجم يكون اليوم مثلا هو الثاني بطبيعته وجهها الجندوبي مانيش الثانية معناها هي الأخرى المرأة أنا الراجل في الون منشو هي المرأة لأنها أبار تضحك عن وعي كبير ياسر بالمسرح وبالشيء اللي تعمل فيه وآلة كممثلة آلة خشينة ياسر أبخي يبقى مثلا توا فما طلوع ما نجموش نحطوا عين الشمس بالغربان لوليدي اللي تريدوي وحبوا الجمهور عارف كيفاش يدخل كريم الغربي اليوم موجود ويعبي في المسرح عبى بنزرت عبى بنزرت بيان سور اللي مش سهل الانسان يعبي بنزرت بعدها الوليد ضامر يرجع فضل اللي كنتي لطفي عبد اللي ما نتصورش انه انت معناتها ساهمت انه الوان منشوي تقبل في بنزرت بشكل هذاك على خاطر انت اول واحد يعمل الوان منشوي يعبي بشكل هذاك بشكل متواصل خاطر لمين عملها سير هو كي يجي فنان اليوم لمين حللنا اثنين ساعة بش ولا فما جمهور بتاع الوان منشوي فهمتني لكن فضل ما يرجعش لمين علي انا ولا فضل انا اليوم عملت خلينا نكمل لك ولا اليوم انا جبت وعملت نوع جديد نتاع وان منشو الفضل يرجع لي ليه الفضل يرجع توجور الانسان الذكي يعرف كيفاش يخدم وعارف يجيب الجمهور خاطر كان جاي واحد اخر بخلاف كليم الغربي ويعمل وان منشو هاكا برشا عاملين ياكلوا في الكباب ما جيت فرش فيهم حد فما اللي عملوا ما سمعناش بهم جمله واحده فرد وقتهم وكريم كريم قعد وهما مشاو زاد كل يوم على كريم من آسف لقد نفذ رصيدكم نخاف حتى على روحي منها مش على كريم خلي على كريم يجيكم من هاركي من هكا بأي نجم يجي كان ما تخدمش على روحك وتغلط وتخيل روحك ستار بالحق وتعامل مع مهنة كستار انتم تكتبوا كلامكم مش كان الكتيبة راو كان مش كان الكتيبة فما ان ميزاجور فما تيتور نوفيل فما وقتش تجبد روحك وقتش تخدم فما برودكشن صحيحة وراك ولا كريم ماشي العملو لاني يهزم 4 سنين ورا بعضهم باش يعرف روحه أربع سنين وعظم بنفس السكسير أو مش معناه يطيح أنت لاقر من تجربة شخصية أنت ما فقت بروحك مش أنت لاقر أنا ما حسيت روحي شدد وقفت كان بعد 4 سنين شديت به آخر عام آخر عام سنة قرار نهائي آخر عام وبعد عنا إن تورني انترناسيونال هذيك ما نحسبهاش على تونس ما نحسبهاش من 2013 وانت تقول في الجملة هذه هي يكا هو سنة قلناها بالحق وهبطناها في لافيش بقى هو عاد فيت في تونس ما عادش نعمل حتى عروض ميد ان تونيزيا بارتير 2018 قعدت لنا المانيا عنوان ترويجي هذا لاستيور عنوان ترويجي تسويقي تجاري كله ما بعض
pour être honnête ترويجي اخلط قبل ما يوفى اخلط قبل ما يوفى لكن باش يوفى بالحق والعباد تحب هالمسرحيه وما عيناش تشوفها انا سكوربيونز تفرجت فيهم من 2011 تورني داديو لتو هما مازالوا يعملوا لا لا مع لا شوف هذوكم سكوربيونز انا من انا عندي تورني داديو نتاع تونس تعملت 2017 واحد وتورني داديو انترناسيونال هذيك خاطر ما نجمش نعملهم فرد وقت ديما ديكالي ومجي كان في الشتاء خاطر التونس الكل في الصيف يروحوا لتونس دونك ما عنديش وقت هذيك باش تعمل وميم طون اوتوماتيكمون باش تبدا تحضر في خدمه جديده ولا تلقاني في فيلم ولا في مسلسل شنو اللي يقلقك؟ كاو يزيني انا شنو اللي يخليك تقول يزيني؟ يخليني تقول يزيني نخاف انه مثلا العام الجاي نجي انا كل عام نعبي كارتاج انا كارتاج اربع مرات نعمل كومبلي ورا بعض وناس تقعد برا وبنزرت والدنيا نخاف مثلا نلقى حتى 2000 نقصي انا كي يجوني اليوم نتنبس اليوم ريتني كان عملت بنزرت راني خمس سنين ولا سبع سنين نعم فيه واللي تولد بنزرت وحتى حد ما عبى بنزرت كيفي انا معناها ورا بعض وصلت عملت نهارين في الشتاء وتعبيت كان مثلا اليوم عم عملتش كومبلي نتنبس اي اما شنيه هي الفن الا هو زاد هالستريس والتعب والتخوف اي والفن زاد يزمك تعرف مره تهبط ومره تطلع مره تهبط والفن يزمك تعرف زاد يفو سافوار ساريتي كونت يلفو خل نوقفوا نحن كبار ونرجعوا كبار خير ما توفى بتهنتيله قطيعه ضد الوان مان شو ضد ستاند اب ولا بالنسبه لك انت معناتها على خطر علاش السؤال هذا على خطر انت مسرحيتك تتبدل معناتها اللي تفرش فيها عام 2009 كثير او المريضه اليوم انا اما فمك القطيعه كومبليتمون هذيك ما صارت متاع مثلا برشا عباد يقول لك لا كمام ما جابش حاجه جديده توين ما جابش حاجه جديده تعرف نعرف حتى لي انا حتى لي انا تقول لي كلام ما قلت لي كلام هو يقنع 8 سنين 8 سنين نعم في نفس ماكش تعمل في نفس نعرف مي شكرواك الحاجه الوحيده بيرسونيل راهو الحاجه الوحيده اللي ما تبدلتش هي 50 سنت ان ذا كلوب الدخله هذيك الايدنتيتي نتاع الوحده هذيك اي مي سي باهي 8 سنين اسمع ديجا مش رقم قياسي برك اكثر واحد قعد 5 سنين في تونس مات لمين لمين وحتى واجهها قعد 4 سنين 5 سنين دونك واجهها ولمين قعدوا 4 5 سنين راهو مش 4 5 سنين بدوره قعدوا 4 سنين صحاح و5 سنين صحاح فما فرق فما شكون قعد 4 سنين اما يعمل في عرض في الجمعه ولا يجي يفغم يفغم تي بالسيف تي مفقن معنا باش نتخليه في المستقبل على الوان مان شو على ستاند اب معرفش عندي حتى فكره شوف كان لقيت نص لقيت شكون يكتب لي نص والا انا كتبت انا خاطر اوتور دو ميتو مون بوبرو ترافاي ديكا مشكلتي كان جا عندي ناس تكتب لي شخص ما لقيتش الناس تكتب في النيفو اللي حاجتي به انا في جوي في حاجه نلقى فيها روحي كان لقيت وعملت كيب ولا لقيت انا دون زان او دو زون حاجه هكا نجم نرجع بها مشرفه سينو ما شو با اوبليجي راهو شو مانيش اوبليجي نرجع نعمل وين منشو نعمل درا شنو شو تنجم تعمل شو تعرف تعمل انا عم قهوجي انا تو نحل في قهوجي انا تنجم تجي قهوتي تلقاني نصربي ونقد ونعمل كيف سموثي وقعد نعم في قهوة ودر شنو ما يرضيكش ما يرضيكش يا ولدي أي حاجة نعملها بالقدية ترضيني مرماجي أنا عندي مرماج زادة وقف عليهم معناها مش بتاعي معناها نوقف جو سوي ديكوراتور قاعد نعم ناخو في ديب معناها دي شوي باسيوني ناس متعرفوش وناخو في ديار عربي متاع أصحابي ولا متاع ناس يجيو ندي كليون على 300 دو بروجي وقعد جو رينوف معناها دي ميزون ونعم في ارشيتكتور والدنيا تستثمر ما شاء الله بيان سور مش انا مش حتى كان انا حتى ككليون يجيني كليون يقول لي لطفي اليوم شفت الارشيتكتور نتاعك ولا اش عملت اليوم تون سافوار فير في العربي في الارابو موريسك وفي العربي ومودرنيزاسيون دو الارابيسك يقول لي اليوم خويا نحبك انت تخدم لي كنت فاهم معاه ونلقى روحي ويخليني نبدع خاطر مدمني نبدع انا صديقي نجم نبدع في قهوه ونجم نبدع في هكا نبدا نعرف في ارشيتكتور راني نبدا شيخ مانيش اوبليجي مانيش اسير الفن هذاك اللي علاش فوالا هذه هي الجمله هذاك علاش نجم نتقبح انا مانيش اسير الفن لاني اسير مخرج وراني اسير قناه ولاني اسير حتى شيء معناها ما تنجمش تحسرني ومن با اسير روحي عرفتك اللي يوحل مع روحه في حكايه كيما ميدن تونيزيا وتوحل خاطر راه في بالك زاد فينونسيرمون كي نوقف ميدن تونيزيا انت ما نجمت تقول الكلام هذا لانك وليت مش اسير المال هذا بالاساس انت تعرف عليا سير المال بالك شي خويا انا فلوسي ماشيه في الكباريات وفي النفه وفي الكوكايين وزرارق وقمار ودنيا ما تعرف عليا لا نعرفك مش تاع الشيء هذا هاو يقولوا فاسد ومش متربي وين من الفساد وين ولا انا والفساد الفساد كي مش كوكايين وبنات وكازينوات ودنيا وفلوس وقمار وتصبيح مالا شنو هو الفساد شنو علاقتك بالله بالله علاقتي نخاف ربي نقوم بواجباتي نصلي
نصوم نحاول نصلي صلاتي بالحاضر، نهار اللي ما نصليش بالحاضر نحس روحي مذنب. هل فما تناقض ما بين صلواتك بالحاضر وما بين الشيء اللي تقدم على المسرح؟ هو شوف فما دي فما ما 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 معناها منهج، فما منهج يحرم الفن كومبليتمون، فما منهج يقول لك اتقي الله وخدم على روحك وحاول تعمل ميزان ليكيليبر. مثلا انا توقف نصلي وما نسرقش وما نحبش نكذب وما مشي تمشي للشيخ تقول له بربي شيخ هاي مسرحيتي تفرج فيها واعطيني رايك فيها. فما شيوخ اليوم جاوني حتى ويقولوا لي شبيك ما تصدعناش، واصحابي ونقعد معهم وانا اهل الدين نحترمهم ياسر وعندي مجالس كبار ياسر، يعني في حومتي ماك تعرف انا نسكن بجنب جامع الزيتونه ونسكن بحذا جامع القصر وجامع الهواء وعندنا مشيخه وعندنا اهل الدين اصحابي اهل الذكر اصحابي ياسر. موقف فما اللي موافق موقفهم يقولوا لي يا خويا باهي اللي تعمل فيه ونقد ورد بالك، ما تدخلش في بلايسك اللي مثلا تمس فيهم الكفر ولا تمس فيهم تجرح فيهم الواحد وانا بدي نخاف منهم ما نحبهمش هذوكم. وفما شيوخ يقول لي حرام حرام اللي تعمل فيه، ما ننجمش اليوم نكون انا في زاده فك المنهج هذاك نتاع حرام 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 حرام. فكره الاعتزال تراودك ديما من اللي بديت، فكره الاعتزال عندي لها 10 سنين ولولاها كيما في الكوبل، في الكوبل الصحيح اللي يداوم اللي يحبوا بعضهم عندهم فكره انهم يطلقوا قبلينها، كي يقبلوا فكرتك الطلاق ونجموا غدوه نطلقوا نجموا يعيشوا ارتاح وما يطلقوش. بينك وبين زوجتك يتقال تتقال يتقال كلمة من قبل ما نعرسوا قلنا راهو اسمع راهو نحبوا بعضنا ومحليك ومحليني وطفلة متربية وبنت عائلة كبيرة ياسر وانا وفهم تعرفني ولد عائلة وما عنديش الزايد وما عنديش البلاد ونركم في الدار ونجموا غدوا ما تفهمناش بسلمة بسلمة ما نكبروهاش ياسر يقول علاقة ارتح ما تحس روحك في حبس. كيما كل فكر عنده فكرة عمره ما سافر ما فكرة عنده باسبور وعنده فيزا ونجم يمشي. خلينا نستوعب على خطر أسئلتي الكل دخلتهم لي بعضهم، نستوعب شوية اللي قلتهولي نبعثوا داليه في هايتيك وبعد نرجع نكمل حوارنا مع لطفي عبدالي اللي تلقاوه اليوم في مهرجان بنزرت. ما فماش علاش بتمشيو تلوجوا على تساكر، ما ضيعوش زيد ما ضيعوش وقتكم ديزولي أما ممكن مش نعاودوا حكاية روا بنزرت هذا خبر باش نرجع هذا سكوب ونحبها ومدام البروديكتور نتاعي اليوم نحبه ياكد خاطر بنزرت خويا تعز عليا وقلت له مدام اخر عام نجم نعاودوا حكي ان شاء الله اتو دونك التفصيله هذه نرجع نحكي فيها بعد ما نلقاو يلا خليكم معنا نرجع لكم بعد لحظات. كونيش مزيكا فيه مرحبا بكم. اليوم لطفي عبدالي بش يكون موجود في مهرجان بنزرت الدولي، سهرة قدام شبابيك مغلقة، جمهور أكيد بش يكون في الموعد، تصويرة متعودين عليها، تلعب في المضمون في بنزرت. أي ما ديما ما نشكلي ندخل معناها جمهور موجود لكن يزم يروح فرحان أهم حاجة ديما لكاليتي معناها ما نرقدش على وذنيا نقول سيء جمهور جاني، بالعكس نخاف كي جمهور يجي. نستنى في بوذينا وقت يلتحق بينا هكا باش يقول لي ويأكد لي معلومة هل ممكن باش نعملوا عرض متاع بنزرت ثاني ولا لا. لطفي قال لك عندي الرغبة، أنا عندي الرغبة لازم. وبالعكس هاو يقول لازم في الأمور هذه القرار عند شكون معنا أنا عندي لكن ينجم ويقول لي من نجمه من نجموش ما نعملوهاش، كان يقنعني إن ما نعملوهاش ما نعملوهاش، لكن حسب رأيي في ظروف كيف نكاج وتروف ك نمشوا العرض كارتاج فقط من الحلمة ماهيش حلمة بالنسبة لي أنا كارتاج هذاك الكل ماهيش حلمة ماهيش حلمة ملاش نية المهنة ذي ما عادش حلمة بالنسبة لي أنا واقع سي دي بون مومون اكستراوردينير معناها دي مومون ما يتعاودوش يخدوا كل جو اللي كنتي صفقوا اللي كنتي نعرف نعرف معناها مش طريقة حلمة واقع مزيان ياسر أقوى من حلمة راهو الواقع المزيان وي على الاقل على الاقل صادق لا معناها مش اول مره خاطر تعبالي كارتاج ودنيا لكن تعدالي ان تريبو مومون وخير لي من الحلمه. الحلمه فيها نوع من الواقع مش من الواقع، انا نتعامل مع الواقع شوي براغماتيك. لو يلزمك تخير ما بين كارتاج وبنزرت هكا لا لا ما تنجمش، كانك واحد تقول له خير ما بين بوك امك ولا خوك واختك ولا كاني قاعد نقول لك خير ما بين موزايك والحوار نخير ليه ليه امبوسيبل نخير قولي موزايك بطبيعه. انا الحقيقه مثلا كنت تقول لي هاو بنعطيك من الاخر انا في الكلاسمون اعطيني كلاسمون تنقول لك لا لا بنقول لك انا بالنسبه لي انا بنزرت الاولاني كارتاج الثاني هيك واضح فهمت شنو نقصد به. بوذينا مرحبا بك محمد بوذينا البروديكتور نتاعي توا قال فرنساوي اسالني قال لي ما يعرفنيش برشا ان غران برودكتور نتاع جوست بورير قال لي نسمع بيك ونسمع بنجاحات قلت له ما تسمعش بنجاحاتي قلت له شفت البروديكتور نتاعي تحب تعرفني ناجح ولا
انا ضعيف مسلوط بالخدمه وبروجيكتور نتاعي سمين تعرفني ناجح ولا افهم. قلت له لو انه العكس كان جاي هو ضعيف وانا سمير راني فاشل ما تجيش ما تجيش. قال ماذا بيا على حفله اخرى في بنزرت؟ ماذا بيا عرض اخر في بنزرت؟ وي هذاش قاعدين نشوفوا نحن يعني كي باش نطلعوا تو ديجا لبنزرت باش نشوفوا البوسيبيليتي دو دات. المبدا موجود بعد دات داخل اطار المهرجان نسرقوا دات ولا خارج اطار المهرجان؟ نشوفوا بارابول برنامج لطفي خاطر ديجا البرنامج تعمل له طلع هو باش يعمل اوفرتور نتاع جوست بورير اكادير دونك عندنا من 22 25 صحيح نلعب معك دونك نشوفوا كان والبغار بعد يحبوني المغاربه والله يحبوها ما ولا يحكي برا لونتي بالتونسي باش يفهموها. في بالك لغتنا مش مفهومه في العالم كله غريبه تقول تحكي بالشينوا حتى المغاربه لغتهم مش مفهومه كيف نحن والمغاربه مش مفهومين الجزيريه مفهومين اكثر منا وي اي كاو. دونك نشوفوا مع اداره المهرجان ولا مع سي بي كيفاش باش تكون بوسيبيليتي نتاع السبيكتاكل اما عرض في اداره المهرجان ولا خارج المهرجان احنا والديسبونيبيليتي دات اللي موجود. وقالك هو عنده الرغبة انت عندك الرغبة؟ انا عندي الرغبة يعني اليوم اللي سمعته شنو اللي جرى بين البارح واليوم ما نجمش نخلي جمهور بنزرت ما اللي ما تخلش ما يتفرجش في العرض. ايقاف شخصي بيعت تذاكر مدلسة في مهرجان بنزرت في حفلتك انت لطفي عبدلي تقرا اخبار كيما هكا كيفاش تقرا؟ والله تغيظني خاطر اليوم ينجم يعكر الجو كيما وقت مثلا في كارتاج بيعوا تذاكر اكثر من اللازم. معناها ماذا بيا انا جمهور يجي من انا تغيظني خاطر بالنسبة لنا فما الناس تحبني وجمهور قصد سكرها يمرمدوهم ما نحبش عائلة تجي يمرمدوهم ولا ناس يقعدوا في الصعوبات ولا واحد بعود تطلب الاعتذار من برشا ناس عينتهم أنا في سهرتك في كارتاج توجعوا وروحوا بكيوا مش أنا نعتذر منهم يعني بمحبة بمعزة مش أنا سبب وقلت لهم ديجا مش أنا سبب مهرجان قلت لهم شكيوا بالوزير وشكيوا بالواحد وشكيوا بالدنيا الكل معناها نفضلك مي هما جاوا لطفي عبد اللي نعرف أما مش أنا دخلت العباد مش مهرجان متاعي فهمتني انا بعت لهم عرض مهرجان معناه المهرجان كما كان ينجم يدخل لي 100,000 كما ينجم يدخل لي 10 مش انا مسؤول تو بعد ساعات كان ناخو انا كارتاج وحدي حاسبني كما عملت برشا مرات كان ناخو بنزرت وحدي حاسبني لكن تغيظني ونعتذر لهم ونقول لهم ان شاء الله نعاودوا خير منها لكن الحقيقه تغيظني انا تو كي تصرتو كي تفرجت في 360 دغري ويعطيك الصحه شوشت عليك اما لا مش مشكل شافي دو بون ترافاي زدت وقتها فهمت خاطر انا سورسين مانيش وقتها غضتني عباد ما جاوش وانا نطلب من اي مواطن تونسي هاو الحب اللي نحب يتحمل مسؤوليته في حاجه يا خويا كراسك اللي قال لك انا عندي 4 تساكر وما لقيتش ارجع اداره مهرجان بالوقت يرجعوا لك تذكرتك تونسي طالب حقه لوكي. شوف راهو انت تشوف 4 تساكر وكل شيء السيد هذاك وغيره والاف مي او مو يرجع حقه يجي صب بيسانس ربي يعلم عليه نعرف يعمل ساعتين هذه لازم يتعلم يشد الصف ساعتين ميسالش او مو يتعلم يرجع حقه من المهرجان يا خويا مش زياده او مو رجع لي فلوسي يا خويا هاو انت دخلتني ما نجمش وين نقعد اعطيني المسؤول رجع لي فليساتي ما نروح الا من اخو فليساتي ولا توعدني باش ترجع لي فلوسي صحح لي هذا لازم يتعلموا المواطن التونسي طلب حقه تو مثلا كان اليوم في بنزرت دخلوا الطاقه وناس ما لقات وين تقعد ودرا شنو يجي واحد مسؤول بنظافه باقي يجي المدير المهرجان ولا المنظم الحفله يا خويا انا طاقه استيعاب اكثر من اللازم انا ما نجمش نتفرج في ظروف هذه واضح كي يلقاو له بلاصه يقعدوه سينو رجعوا له فلوس واش باش نقول لك انا صح. عرض كارتاج نرجع نحكي عليه السياسيين ما عادش يحبوا يجيوك ما عادش يحبوا يجيوني قاسي ياسر معاهم من لسانك وفما واحد متخبين فما جاوك عباد متخبين قالوا لي عليهم بعد مستشار رئيس ومستشار الوزير ودرا شنو جاو 30 دبلومات ديجا 30 دبلومات مخبين ما لا ليميت تلقاهم بسفاسر جاو معناتها كيك الافلام الاباحيه يشوفوك بالسرقه يجي يشوفني بالسرقه هو يحب يتفرج فيا ويحب كالكوبار يماركي بونتو اللي هو جاء لكن يخاف حتى فما حتى اعلاميين ما جاوش استدعيتهم من المواجهة معلمين ما جاوش استدعيتهم نوفل موزايك ما جاكش نوفل ما جاكش بعضي ميساج قال لي الحمد لله ما جيتش جاء تجاوزته وقلت انا نوفل هنا قلت لي انا برك قلت لي انت مرحبا ما هو منع اخي درت علي انا وقت درت عليك انت منا ومنا به خدمتي هذيك كيما هو كي تمشي له ليميسيون ما صاي يتخمر عليك لعب ليه ماني طلعت صحابك الكل معز قديري شادي عرفاوي محمد الجبالي دالي نهدي كل الكل استدعيت هو عندي اصحاب اكثر من هكاك استدعيت اخرين فما اللي جاوا فما اللي ما جاوش لكن اللي طلعتهم ما طلعتهمش عبثا ما طلعتش باش نوري اللي طلعت صحابي اللي طلعتهم عندي معهم قصه خاطر كلهم الاخرين صحابي لكن قصتي مثلا مع معز القديري وشادي العرفاوي شنية اول ميدان تونيزيا معاهم تعاملت
خدموا معايا مخرجين. محمد علي بن جمعة. محمد علي بن جمعة عشيري. محمد علي بن جمعة عشيري وتربينا مع بعضنا. كنا أنا وياه ودالي النادي برومي طون ما نتفرقوش، نسكنوا مع بعضنا، ندور ونقوموا صباح نرجعوا مع بعضنا. تحن لك الايامات؟ نحن لهم برشا الايامات، ما نكرش جميل انا ملي تبدلت. تبدلنا عاودنا رجعنا، بعدنا رجعنا، مي لو بلوز امبورطون القلة السنية الصافية كيما هكا رجعت صحابي. محمد جبالي من الناس اللي عاوني برشا في مسيرتي. محمد جبالي عرفت وقت انا مازلت ممثلك هاو معروف شوية، هو لاستار دي ستار. محمد جبالي طلعني في كارتاج معاه وعملت غنية معاه وقتها، غنينا الكليب وجمهور استقبلني وقتها كومبلي كيف هكا بالضبط. معناها ما ننكرش الشيء ذاك، محمد جبالي من الناس اللي كنت نتي حمبان كانت عندي كرهبة خردة هو في تمكو عنده جولف كات، نطلع عقاب الليل في الروتيكس نقول له طاي حمبان، فما ستار يجيك يقوم من النوم يجي كركرك بكرهبة. معناها ما نجمش صحابي وتواضع وخويت وعشنا وتعاركنا ورجعنا صحاب مع عشرة، انا ما ننكرش العشرة. ما استدعيتش لمين نهدي؟ ما هوش صاحبي كيما والد لي واحد ودنيا منش. مهمكش باش يكون موجود معاك في بحديك في الكارتاج؟ ليه؟ ليه؟ الحقيقة دالي يهمني اليوم أكثر من لمين ولا الأخرين. عملت البوز بشيرين؟ شيرين والله مش قصدي نعم بوز، أنا قصدي تتك ضربة صغيرة ولا ما تولش كاش تحب نعم بوز، راني عملت لها طاولة وكراسي بنتها بك التزريقة كلمة زغريقة صغيرة وما نيش بحقد عليها رأو ولا درشنوة. كان فدلك تولى بالحق هذيك كلمتي باش تكون هكاكا. هي قالت تونس بقدونس يعني معدنوس، وزعمة زعمة بنتها ما تعرفش تفهم واحد ما يعرفش تونس وما يعرفش شنو بقدونس. هي عم بتفدلك وهي جلتها مرة وفي مصر داروا عليها رو معروفة معناها. أما في التوانسة برشا القولها أعذار يا ولدي، مصر كلها دارت عليها وفما فئة من التوانسة القولها أعذار ويسبي في أنا كما وقت أنا قلت تونس صور أنا معاش فما ناس أيست معاهم في تونس رو بعت معاهم نصي مع عادل إمام. فما ناس عادل إمام وصلت قلت له عادل إمام لا سبيته له حد شيء باحترام، قلت له مصر أم الدنيا تونس أم الدنيا. فما ناس قالوا لي ماكش راجل وساقط ودرش نوى وما تجيش فيه عرض عادل إمام، قلت لكم عادل إمام خير منه، وأنا قلت لكم تونس أبو الدنيا بلادي نحبها نحترف بها. فما واحد ما مغروم ببلاده يا أخويا، نحن عشرة ملايين مبنين على الكامل. كبرتها وشيرين واختيتوها وطاولة وكريسي ولطفي يفعلها يعملها في مسرحية في سكيتش ويلقاها في حاجة. ما تليش مسرحية سكيتش صغير جاني على الطاير، سمعت المعلومة قلت أوكي حاضرة. قال شيرين تونس بقدونس، قلت لها راك جيت مع شعب ضامر وبليد ياسر، قلت لها كشي شيرين معناها بالتونسي شر مرتين، شر يا شر وشر مش شرا شرا. فتلا كيه معناها نرجو اصحاب نجمو نشربو قهوه مع شيرين معناها مش بالنسبه لك انت مرحب بها من جديد في تونس؟ اعتذرت؟ ما اعتذرتش، ما قلت ما 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 مش مرحب بها. بيه. ما تعتذر مرحبا بها، عادش بيه نجم نغلط انا في حق عمل سكتش في حق الشعب الليبي ولا في الجزائري ولا بين نطلب الاعتذار. قداش مره طلبت الاعتذار بسبب اعمالك؟ طلبت كمان كعبات، فما كعبات وفما اعتذارات ما طلبتهمش. شو ما الاعتذارات النجم نعرفوهم؟ ما نعرفش والله نسيت، اما وقت نلقى روحي باش نعتذر خاطر جرحت من فئه معينه نسيت والله. انا تلمو عملت مشاكل تلمو اعتذارات عملت امنيه، عملت مع نقابات الامن اعتذارات؟ لا ما اعتذرت حتى امني وما اعتذرت حتى حد، ومش خاطرني مش غلط وكهو. اليوم نفس اللي صار لك 2011 2012 يصير لك راي بي جي، علاش ما لا مش كيف كيف؟ انا الحقيقه شوف غاضني شنو باش ناخذ موقف معناه لطفي شنو معناتها تاخذ موقف؟ انت لطفي انت عندك انا الف مره ناخذ موقف ما ونخرج نعمل فيديو على كلاي بي بي جي ونحكي جوستومون، لكن الموقف هذايا انا واحل، انا مانيش مع سبان البوليس، لكن مانيش زاد مع انهم يوقفوا فنان. وموقفي واضح وسالوني صحافه وسالوني ما عملتش فيديو خاطر نعتبر اللي امور اخرى. كلاي بي بي جي وقت شد الحبس عملت له برشا فيديوهات وقت صاروا له برشا مشاكل ولتحومتي ونحبه ويعرف الانجاجمون تاعي معاه، لكن زاد ما نحبوش يسب البوليس كلاي وهو يخدم على روحه، ولا اختار سب الحاكم والبوليس وما تخدمش معاه. فهمتي شنو نقصد؟ والا سبوا بنظافه ما نجمش يمسك، انا كي نسب وزير ولا رئيس ولا بوليس ما نسبش ننقد انا، وتحسها كي سبه ويحشم وتضحك عليه تونس الكل قضائيا وقانونيا ما نجمش. انا كي نهار كامل يعمل في فيديوهات على الزحكوني وسكيما كونسي وهو يعرف اني نحكي عليه الزحكوني، لكن هو ما ينجمش اليوم يجي يقول عسلامة راهو يقصد انا الزحكوني باش يخرج واحد، وقانونيا ما ينجمش وهو مش اسمه الزحكوني. كي تسمع غنيت كلاي اللي موجودين، هل انت تقراهم انهم سوء تقدير في مستوى التعاطي مع الامن، والا ترى انه هذاك الفن هذاك الراب ما فما ذاك الراب لازم يعملوا كلاي، وكلاي رابور كبير ياسر
اليوم كي تطلب انت تنجم تعملوا هذاك كان جيت تبيع في السيديات في مثلا كيما في امريكا او في فرنسا وتقول لا بوليس كيما في فرنسا ويتبيع السيدي نتاعك وتولي ملياردير وماكش في حاجه للفستيفالات والا في ستركتور اوتر تخليك انك اليوم تحميك وفي اليوم نورمالمون البوليس ما عندوش الحق يوقف له السبيكتاكل نتاعو قدم به قضيه شكونك انت توقف في سبيكتاكل يا اخي شكونك انت تتسلط اليوم كمتوقف حتى سبيكتاكل قدم قضيه اذايا اليوم بالعكس تقدم قضيه وتجي تحميه باش توريه اللي انت بوليس مثالي اليوم اخطات النقابات اخطات بيان سور شنو تجي توقف في سبيكتاكل انت تتفاوض معاه تمشي له كيما عملوا معايا به. انا روا عملوا بيركوسا جبت رويح وخلوني مني للجمهور والعراية تسيب علي السلفيين الجناح نتاعو وذاك وتهددت بالقتل وناس جات باش تقتلني وقعدت شهر ونص مهدد والداخلية جبدت قعدت شهر ونص نعم في العروض وما جاني حتى حد الناس جاتني بالسكيكن وصلت نحوس باربعين ولا خمسين كارتكور وصلت ما نرقدش نبكي في الدار خايف شعبت باش يموت معناها ناس جاتك بسيوفك كل يوم باش تقتلك وهبطت فيك مش فتوى واحدة فتوات وصارت فيك عملية تجنيد تعشني عملية تجنيد لا. معناها يولي وكالسلفيين الكل متاع تونس كل سيء مش بتاع مروج بركة مرة هذه متاع بروج مرة متاع بنزرت مرة متاع جبل جلود لا ومن بعد في الاخر قالوا ايل كنا نجتمع مع بعضنا ونمشي له باش ندقدقوه هذا يزبي يتذبح يقتل يتفجر وانت تعرف العملية وما عادش نحب نحكي فيها مرة اخرى وقعدت نخدم موقف حتى عرض الا اللي جاوا فكوا المسرح بالقوة ظروف اخرى انا طحت فيها معنا كيفاش تحلت هذيك تحلت انا خاطرني نمن بربي ونخاف ربي بالحق ومشيت وحكيت مع ناس وفهمتهم اللي انا راني ما عنديش حتى منطق ضد الدين وما عندي بالعكس نحترم رجل الدين ونحترم الحرم مع الامن تحلت قلت لهم يا ترجعوا تخدموا على رواحكم يا انتم راك في حاله مغادره لكن هذه الجمله يقولها لهم وزير الداخليه ما قال وزير الداخليه قال لهم ما تمشيوش صح منظومه عمل هي المشكله اللي هو وزير الداخليه عمرهم عليهم منظومه العمل صححها للرئيس العريض قال هذا انا ولا هو العريض وقت انا عملت عليه سكتشوات وعملت على سكتش وحطيت عملت تصورت هكا تصورت مدينه كامله بلاد كامله تكح ولنتي هوموسيكسيوال يكحوا تصورتها بالبوليس بالرئيس بالمواطن نحكي في بلاد انا تصور مش نحكي على تونس وقتها هبطت فيا الحكايه هذيك تعملش بوليس يوقف السيركيلاسيون هو مرخوف وما تعملش نحيتهم السكتشوت الكل مش نحيتهم هذوكم تنحاو مع الوقت لاني طورت مسرحيتي ما همش خوفا ولا ليه قعدت نعمل فيهم وانا مهدد وجدت وجاوني بوليسيه وقالوا لي انا جي نرجعنا نحميو فيك نحي سكتش قلت له يا معلم هاو سكتش موجود انت تخدم في خدمتك كنت حب تروح روح به معناه اللي تعديت بيه انا زاد اليوم نفهم كلاي بي بي جي ونقف معاه وماذا بيا لكن شنو نجم نعمل اكثر من اني في الانترفيو نتاعي تكلمت عليه عملت تصريحات بارتاجيت له ما عملتش فيديو المره ذي مانيش مطالب نعمل فيديو في كل مره لا سالت باش على الاقل خاطر زاد اقول له انت كلاي بي بي جي عملتش فيديو لطفي العبد اللي تكلمتش عليه قد ما صاروا لي مشاكل اساله كنت في حاجه انه ما مش في حاجه هو في حاجه لي انا وقتها 2011 ماهوش كلاين تاعته مسكين حتى صاروا لي مشاكل عمناول وتعمناول وتعملينين مش معناها مطالب هو جاني وقف معايا وقال لي اني معاك ولتحومتك ماهوش مطالب يعمل عليا فيديو مانيش مطالب نعمل عليه فيديو لكن الراي العام يعرف والصحافه وانه واحد اني ضد الحكايه هذه به وين ما نشوف جوز النقدك نتاع البدايات اكل يخرج ناس والله فما غشه فما اكل النظره الاخلاقيه والاخلاقويه للي واللي ما عندهمش نظره اخلاقيه كانوا يقولوا يقلد في قات زاده نحكي لك اليوم العركه تحسمت مازالت مازالت ما معاش شوف على الاقل عند الجمهور مازالت حتى عند الجمهور مازالت اما هو وميمتون يقول فيها ومتجوزها شو معناتها الجمهور نتاعك اللي يجي معناتها جاي عارف على عارف لكن عنده خاطر ما تنجمش تنحيله النظرة الأخلاقية متاعه لأنه اليوم شعب بيديك ما يحبش ويحشم مازال مع أمه وبوه يحشم أما تحسه يحشم ويضحك ومرأة كبيرة تجيني بالخمار وتصلي ومحلاها وعائلته يبدأ حاطين يديهم كي يضحكوا يضحكوا ويروحوا هذا اللي حاجتي بيه أنه فما حواجز تتكسر كزايد وكاو مانيش حاجتي باش نولي ونسوي واحد يسب قدام امه ولا يقول في كلام زايد انا ما نقولش كلام زايد انا ايحاءات دراكيفيش ولا انت اللعبه هي انت تقولوا الكلام زايد كتسمعني لا انت المجتمع هو يقول الكلام زايد انا نقول في كلام ناقص لكن انت ما فهموهاش انا نقول في كلام ناقص انت ترد فيه كلام زايد لا انت انا كي نقول لا انا كي كانت عندي ما تقولش لا كي كان عندي سبيكتاكل نقول
مش كلام زين تقصد الباش لا باش نقول كلام مليح عايش خويا قداش مازال في قداش مازال في كارير وسخون نقز المروح اليوم فرضت قانونك على الناس اللي تعرضت الكل باوي معناتها انت اليوم تقول انا عملت هذه وحتى حد اللي عملها قبلي وحتى حد ما قاعد يعمل فيها بعدي واعي بالحكايه هذه هذا مش واعي هذا سيتي برمي فما حاجتين اني نتعلم في فني ونتعلم كيفاش نكون بيرفورمون ونتعلم كيفاش نكون ممثل محترم في العالم الكل مش في تونس كهو قاعد انا خدمت ببروجي اني كي نوقف قدام امريكاني مخرج ونوقف قدام روبرت دينيرو ونوقف قدام بقد الملاح ونوقف قدام ببليك امريكاني والفرنساوي يقولوا هذا فرد مستواه هو والجماعه اللي عنه وهذه سي اون تكنيك سي ان ترافاي بالسكتشوات ولا بالقدره ولا بالبرفورمانس بالقدره بنحكي لك بالبرفورمانس داكتور على هذا من على هذه معنيش خير هنكمل لك ومن بعد خدمت على فكره اني باش نقول اللي حشتي به في بلاد ما مسموح لك تقول اللي حشتك به في بلاد مسموح لك تقول اللي حشتهم به هما هذاك علاش البلاد فما في انسر تمام ما تخليك تقدم علاش وحدك اليوم علاش ما فهمش شكون قبلك عمل هكا وعلاش ما فهمش شكون بعدك هذاك علاش انا انسر تمام ما ضيعت الوقت كانت عندي المساله وفكره علاش وحدي وعلاش الفنانين الاخرين مش معايا وعلاش من بعد جاء وقت قلت يا معلم يتقدم وحدك باش تقعد مع الناس خاطر توا حتى جدد نكلمهم يقول احنا رانا مسرحيتنا للعائلات جدد يخاف يقول لك فك عليا مواجهات ما نجمهمش وما نجمش الببليك يسبني ونسب وصعيب راهو كيسبك الببليك راهو لازمك تكون مش جبن الحقيقه راهو كي اليوم تدور عليك مثلا يهبطوا لك 2000 4000 على الفيسبوك يسبوا فيك وصحافي وتدور انت تلقى امك وبوك تثبت واربع صحفيين يهبطوا والنهضه ولا شكون ولا الحزب الفلاني يعمل لك يهبط لك الجروب نتاعو اللي كارينو بلاص ورديناتورات يهبطوا عليك لازمك تكون صحيح باش توقف وتعديك الجمعة وكجمعتين وثلاثة كالسب والشتم وتالامبريسيون لحياتك في عدم معنى يزمك تكون موجه انت والبروديكسيون بتاعك وببليك يزمك تكون كاسح مازال وصغار مازال يا فوشوف حتى انت بديت صغيرك انا بديت قبيح ياسر انا هداوش علاش بديت انا ما بديتش كيفه 2009 انا ما بديتش نجري على النجومين انا بديت نحب نعمل الفن فما فيهم شكون بديت طول نجم مش كيف انا جنير يانا أبيردر لليوم نجومية لا تعنيني شيء ما فجأت فرحان بها لكن أنا كي اخترت أنا صغير وقلدي ما نقولها اخترت نكون فنان ما اخترتش نولي ممثل ما حبيتش نولي معروف أنا لطفي مزلوا لي 9 دقائق عندي أسئلة سريعة وناس باش تعرفها وعندي مسألة باش نحكي فيها بإطناب شوية بولي ستجربة وفات ولا ليه وفات بحسرة ولا يلزمها توفى لا كاو يلزمها توفى باش يمشي لمصر بوليس مجدي قال عندك رغبة أنك تمشي لمصر مع بوليس لا علاش كيكا ديجا مصر بخلاف انه جوسيكو سي ان بون مارشي ما عنديش رغبه اني نكون موجود في مصر لكن كان يجيني مخرج باهي كيما نحب انا ويقترح عليا رول نجم نعطي فيه الاضافه نعتبره كيما وقت عيطولي الانجليز مثلت معاهم ولا عيطولي تلين ولا عيطولي مثلا في مالطا ولا الفرنسيس ظافر تراه ظافر ليه نقدر التجربه ذيك بالعكس من انا فخور بظافر وهند صبري ودره زروق وغيرهم حتى فريال فخور بهم ويشرفوني وصحابي والتوا باتصال بالعكس ويلزم ناس تمثلنا غادي لكن انا جو نو فوا با غادي سي ترو تار تو باش خلي عايل اون بلوس شوف الحقيقه الناس هذوك وقت مشاو من الاول ما عندهمش اللي عندي انا هنا تفهمش قلت لي ظافر مشى عنده مش عنده ظافر مسلسل في العام وعنده ادوار وعنده ما يعيش وعنده ادوار البرة ولا يعيش في لونجلوتير على روحه يعيش في لونجلوتير على روحه وتو ولا نجم ظافر في 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 مصر البرة يخدم يعني في أفلام وكهو موش نظم في نجم في الانجلتير وفي الأوروب محترم على روحه في تونس مسكين نجم ولا مش نجم تجي تعم مسلسل في العام ما يعيشكش كاية فارغة به يسأل ولا هشام رستم وفتحي الهداوي وأنا ودرشكون واللي تتصور أعطيني أقوى اسم مدوخك أنت في تونس اليوم نجم النجوم في تونس التلفزة وحدها ما تعيشوش والسينما به فلاش باك 2 اليوم لا مجال لفلاش باك 3 انا جو نو فوا با لوتيليتي دو فلاش باك 3 باه افلام فما حاجه قريبه فما برشا شوف الافلام فما برشا ناس قاعده تقترح عليا اعطيني الاهم والمهم نوري بوزيد مثلا ابراهيم الطيف عندي دي ان فيلم اترونجي عندي دي فيلم البرة الاقرب ليدك تو شنو حتى واحد انا تعرف شنو الاقرب ليدي نهار نبدا نصور صححت صورت بالنسبه لي انا ذاك فيلم نحكي عليه عمري ما نحكي على دي بروجي
مانيش باش نعملهم ولا ما عملتهمش. كانت فما طلب من منجين امريكان اللي كنتي اي وقدمته شويه معناتها قدمنا لكن من بعد جوكروا خذوا ممثل امريكاني كي تحسمت راسيزم تقراها ولا لا مش راسيزم كان احسن منك كان اقوى مني ولا انسب مني للرول علاش راسيزم علاش يختاروا فيا من الاول كي راسيزم وصلت راني في الشورت ليست معناها وصلت نيفو خشين ياسف الشورت ليست معناها نلعب انا تلقاني حطوني مع اربع امريكان واحد استراليان خاطر لي استراليان يخدموا برشا في امريكا حطوني وبعد في الاخر قالوا بتاتر هذا يجي اكثر به علاش مشيت لميشيل بوجناح مخاطر ميشيل بوجناح نعتبر ابار اللي قال عليه وابار السبان اللي فيه عنده جانب وطني كبير ياسر يحب ياسر تونس يمثل تونس وقت تونس في حاجة انهم الفرنسيس داروا علينا واحد خرج في التلفز وورى حب وبكى وحكي على تونس هذاك زاد من ناحية خلينا نكمل لك عاد هذاك ما يتنحلوش انا وقت صارت فيها مشاكل كبيرة ياسر ويزم تكون فما معايا كوميونيتي انترناسيونال تاع معايا بريسيون على وزارة الداخلية اللي هما بعثوا ناس تحب تقتلني وجبد البوليسية متاعهم ودرا شنو وواحد هو اللي عمل البريسيون معايا لبرا وتعدى في كانال بلوس وعداني في ديشان ما تخلي لهم حتى عربي وقف معايا في عروض كبار ياسر غاديك الراجل وقف معايا هذا يشفع له؟ ما يشفعلوش لكن انا مدين له بحاجة انا راجل مع اصحابي ونعرف اللي برشا عباس باش تسبني وبرشا عباس تاخذ مني لكن يا خويا ما نجمش وقف معايا استرجل معايا وقت الالاف دوروا وقت اللي انا في خطر لطف انت تقول استرجل معايا لكن ينجم يكون هو بيدو لمع صورته بك انت لان انا اليوم وقت اللي ندافع على قضيه صادقه لا اعرف انا شكون عادي يلمع في صورته اين با بزوان دو موا في فرنسا شكون انا مش مستحق لكل واحد ما مش مستحق لي فما تونسي يتعرض لاضطهاد لا 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 يتعرض لاضطهاد اعملها انونيما لا مد وجه ولا تكلم لا كومونيكي عليها وقل حاجه تصير لي يطلبني يقول لي حاجتك بحاجه بحاجه راجل استرجل معايا راجل يحب ياسر تونس تونسي جاي عمل العرض في تونس ومشيت له حكيت معاه على الموضوع قلت له راني معاك في هذية ونقدر الكوتي تونيزيان فيك لكن راجع ما ويقفك راجع ما ويقفك قال لي عندك الحق وديجا الفلوس متاع العرض اعطاهم للاسوسياسيون تونسية كي حكيت معاه ما ويقفه تبدلت او بدأت تتبدل بدأ يعرف اللي التوانسة معناها وش بربي كي ممشيش انا مشيش غير شكون مش يحكي معاه وشنو الايماج اليوم باش نعطيوها للعالم عندهم الحق الناس اللي وقفوا ضده في تونس هذيك الديمقراطيه لكن شنو هي الايماج اليوم باش نعطيوها الصحافه العالميه وفرانس 24 اللي هما الناس كل قاعده تتبع في الحدث اللي جاء هو ما خاطر ما يمشيوش الفكره هذيك ما يخدموش بها يخدموا فكره يهودي جاء لتونس تونس تردو يهودي تونسي اليهود ما عندهمش الحق في تونس تونس ماهوش هذا الاختلاف لا ما فهمتنيش بور نو با كريي لو مالونتوندو مع البره خاطر اول حاجه البره باش يمشيو على ذيك مش باش يحكيوا لك على حاجه اخرى لطفي الاتهامات اللي تجيك من بعد يقول هو مطبع انت صهيوني وليد انت برت كوا انا كي مشيت لميشيل بوزنيع ولا مشى تفرج في قتل الملاح ما زاد قتل الملاح مشى عدى الجيش نتاعو صهيوني زاد وكان يجي ميسي وكان يجي ميسي لتونس وجمال تبوز سمحني وقتل مليح هاو كيعاون في اسرائيل ويدفع هاو العباد تجي هنا الالاف تمشي له وتوعيطوا له قاد 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 سهاونا ذوكما وجمال دبوز ميخو يهوديه ومرته يعيش معاها ويحكي عليها ودخل في الكوميونيتي جويف شنو نعملوا له زاد ذاك ما يدخلش لتونس واليهود اللي عندنا هنا الكلها تروحها مش اليهود انا شوفي لابارتي الصهيونيه انا ضدها وضده في الحكايه ذيك وقتلوا وقال لي راني ما نقصدش ودرا شنو راني نحب وعندي ديزونجاجمون مع فلسطين وقال لي راني نكلم قلت له وضحوا الشيء هذا مش واضح زاد ما يزن فما فنان يحكي معاه الصحافه ما حكش كومش يحكي معاه شكون باش يقول له راك تونسي وتمثلنا وراك نجم عالمي وراك نجم وحشتنا بيك وحشتنا في حاجه اليوم باش نلمع وجهنا لبرا لكن مش بزب فكره برا روح وما تجيناش ايش اخويا ونصلحوا كان نجم ونصلحوا علاش التشدد هذاك نتاع واحد عندهم الحق لكن انا زاد اون بلوس مشيت في البريفي شي مون في العباد سي ما في بريفي مشيت حضرت في عرض شفته قيمته ساعه العرض كامل يشكر فيه لتونس وما سب فيه وكان سب فيه تونس راني خرجت له نقصت له سيرسي وعنده انا مور بور لا تونيزي انيغالابل والشيء اللي قاعد يعمل فيه زاد لتونس ماش لعبه راهو وقت اللي الناس قاعدين انه تاكسي دو تيرورست انه تاكسي بلاد ما تمشي لهاش هو كل يوم يخرج في كانال بلوس وفي اللي شان فيهم امباكت كبير ياسر راهو واضح نشكرك برشا لطفي عبدلي يعطيك الصحة
نتقابلوا بعد لحظات في بنزرت. في بنزرت إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي تكون سهرة كبيرة. إن شاء الله مربوحة. شيحت لك ريقك. لا لا باهي باهي شوي لابورسا. أنتو لكا عندي عرض كبير اليوم. وخلينا نقول للناس حاجة أنه جاية لطفي ما عندها حتى علاقة بالبروموسيون. مش بروموسيون. سيكرفيت. كرتاج سيكرفيت. أما هي تقاليد. تقاليد عادات تقاليد كيما عنا مقارونة في بنزرت بعد السبكتاكل. دونك هي عادات. عنا مشيو تقاليد كيكا نجي الموزايك نمشيو للمسرح ومن بعد نمشيو نعملوا مقارونة في عند صاحبي غادي سامي الوسلتي. نسلم عليهم الفريق الكل. شكرا خاص. وشكرا لكل الفريق اللي يخدم معنا في عبدالي إذا صوت وتقنيين وإدارة أعمال. شكرا لكم الكل. احنا نتقابلوا غدوة في نفس الموعد. بابانس كل